اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات لايف كلينك. حلقتنا النهارده ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون للاتصال بينا من اي محمول 1480 ومن اي تليفون ارضي 2575681 0، من اي تليفون ارضي 2575681 0، ومن اي محمول 1480. بيساعدنا النهارده يكون في حلقتنا معانا دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري ومدرس العلاج الطبيعي قصر العيني. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي، منورانا يا دكتور. والحقيقه قبل ما يعني عايزه هتكلم على موضوع الحلقه طبعا، وهو التشنج المهبلي وصعوبه اتمام العلاقه الزوجيه. بس هو ده موضوع الحلقة وهو ده اللي الدكتورة رانيا عايزة تتكلم عنه. بس أنا أول سؤال سألته قلت لها إيه اللي جاب العلاج الطبيعي، استشاري دكتور يعني استشاري ومدرس العلاج الطبيعي لهذا النوع من الأمراض؟ ده على طول نسى. ليه بقى كده؟ هو دكاترة نسا بقى بيحاولوا لنا الموضوع، لأن هم طبعا عندهم دراسة كبيرة وفاهمين إن الموضوع ليه علاقة. التشنج المهبلي ليه علاقة بالعضلات، يعني بيبقى في عضلات فيها تقلص شديد. تمام. في عضلة اسمها البيبوكوكسجاس مثل، وفي البلفيك فلور مسلز، دي عضلات في الحوض بتبقى فيها تقلص. وفي حاجة اسمها عضلة اسمها الهيب فليكسرز، مجموعة عضلات برضو بيبقى فيها تشنج. وفي حاجه اسمها الهيب ادكتورز، دي برضو مجموعه عضلات رابعه، دي كلها مجموعه عضلات. كل المجموعات دي، شوفي اربع مجموعات فيها تشنج. فده كله ريليتد بس بالعلاج الطبيعي. فعلا والموضوع على فكره ملوش حل تاني فعلا غير الجلسات. وبعدين المشكله دي من الحالات اللي وردت عليا في العياده، بتفضل فعلا بسبب انه مفيش حد بيوجههم. ساعات بيبقوا الناس نفسهم بيبقوا مش عارفين يروحوا فين وييجوا لمين او يتحولوا لمين، بتفضل المشكله دي عندهم. انا في حالات جولي 4 سنين وسنتين وخمس سنين وثمان سنين، وفي ناس شافوا حلقه ليا قبل كده. يعني في ناس جات لي قالوا حرام عليكي ما اتكلمتيش من قبل كده، ليه؟ احنا 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 في حاله دمار، يعني بيوتنا في حاله دمار. حلو قوي. احنا نتكلم في الاول خلاص، او يعني اول الموضوع انه لو الست حصلها اولا ايه الاعراض بتاعه التشنج المهبلي ده، مهم جدا. تعرف منين الست انها عندها هذا المرض؟ ونتيجة لي هل تتوجه لدكتور النساء وهو يحولها؟ طب لو الدكتور بتاع النساء ما حولهاش للعلاج الطبيعي وادها أدوية، تسمع كلامه ولا تعمل ايه؟ طيب احنا اول حاجة هنقول يعني ايه تشنج مهبلي. تمام. يعني ايه تشنج مهبلي؟ التشنج ده بيجي في عضلات الحوض وعضلات المهبل. تمام. فالنتيجة بتاعته تكون ايه؟ النتيجة بتاعته هيكون في صعوبة في اتمام العلاقة الزوجية. مش هينفع يحصل علاقة. ليه؟ لان عضلة مقفولة، فصعب حتى هتلاقيها صعب حتى تعمل كشف نسا. يعني لما بتروح للدكتور امراض النساء او دكتور هتلاقي الدنيا مقفولة. فلنا ولا جوزها ولا دكتورة امراض النساء او دكتور او امراض النساء حد فينا هيعرف يعني يوصل لحل معاه، يوصل لحد اتوبنتريت من غير ما نريلاكس الموسل دي. تمام. يعني انا مثلا في العياده مع يعني احنا برج اطباء، انا بتعاون مع زمايلي، ببعت لهم ساعات بنبقى محتاجين يعني انفستيجيشن. يعني ساعات يعني مثلا في حاله جات لي عندها تشنج مهبلي، مثلا لقيت انه الزاويه بتاعت الحوض مش اللي احنا بنشوفها على طول، فبعتها لزميلتي قالت لي انه الزاويه بتاعتها اوبليك، يعني الدخول عندها مش هينفع في ترانزفيرس ندخل بالعرض، لا بندخل اوبليك بميل شويه. فهو الموضوع، بصي انا دايما بشوف الطب التعامل فيه كلنا تيم وورك، كلنا يعني كلنا بنخدم يعني بنخدم بعض، وهدفنا في الاخر كلنا مصلحه المريض. تمام. بس يعني الاعراض بقى ايه بقى؟ اوكي. الاعراض بتاعته ان هم بييجوا يشتكوا انه الزوج يجي يقول انا مش عارف ادخل، مش عارف اعمل علاقه زوجيه خالص، وهي بتعيط وبتصوت وخايفه وبتقفل رجليها. هي دي
مجموعة الأعراض اللي بيشتكي منها العيان. تيجي تبص عليها فعلا لما تيجي تفتحي يعني تفتحيها تلاقيها الدنيا مقفولة خالص، لدرجة ان هو يقولي يعني لما بيبقى كمان اتنين متجوزين كده يعني هو شايف حاجة مقفولة، ازاي يعني ازاي هيحصل علاقة في حاجة مقفولة، عضلة مقفولة تماما. ده له دعوة، ده بيبقى عيب خلقي ولا له دعوة ب نفسيا معتقدات في دماغنا، تربية خاطئة، ولا ممكن يكون عيب خلقي؟ تمام، احنا عندنا هو انا مش هقول عليه عيب خلقي، انا هقول مشكلة عضوية. مشكلة عضوية زي رقبتك صحيتي من النوم مش عارفة تتحركي رقبتك، ما هو ده تشنج او تقلص في العضلة. صحيح، هو كده ممكن ما يبقاش صح. انا عايزه اقول عليه كده، يعني انا شايفه انه ده مش عيب خلقي، انا شايفه انه دي مشكله عضويه. زي انا مش زي ما بصحى من نوم رقبتي مش عارفه الفها، يعني ما هو حصل ايه هنا؟ تشنج في العضله. صحيح بالظبط، بس هنا دي بدل عضله الرقبه جايه في عضلات الحوض والمهبل بس. والمشكلة سو ايزي، يعني سهلة جدا، على قد ما هي مشكلة بتقعد سنين وملهاش حل وكده، المشكلة سهلة. عايزة اقولك ان احنا بنعالج المشكلة في اسبوع، في اسبوع واحد. في عندنا دكتورة، معلش حضرتك بصححي لي، يعني احنا في عندنا مشاكل بجد بجد نفسية طبعا بتحول بيننا وبين علاج امراض كتيرة جدا. يا جماعة ده جسمنا، احنا لازم نحب جسمنا، ما نكرهوش وما نتكسفش منه وما نقلقش كده. المواضيع علمية بحتة، احنا ربنا اللي خلقنا، خلق الست وخلق الراجل. معنا تليفون، بقول غلط انا كده؟ غلطة على فكرة، كلامك عجبني جدا، تحليلك جميل وبسيط. الموضوع ابسط من كده، بس لازم ده. على فكره احنا كلنا بما فيهم انا، بما فيهم كل الناس، تسمع الكلام ده وتحطه في دماغها عشان القلق. يعني في تليفون. الو. الو. ايوه 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. يا دكتور. اتفضلي. يا فندم. المثانة العصبية، الواحدة لما بتنام بينزل البول وهي نايمة ما بتحسش. طب دي علاجها ايه؟ تمام. وتوجه لدكتورة مين؟ يعني انهي تخصص؟ ربنا يخليكم. ميرسي 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 يا مدام فايزة، اتفضلي. المثانة العصبية بقى وضعف عضلات الحوض، ضعف العضلات دي بيجي نتيجة ايه؟ بنسميها السلس البولي عند النساء. بيجي من ايه؟ من ساعة لما يكون في ولادة اكتر من مرة. فطبعا ده بيخلي عضلة المهبل تبقى واسعة او سايبة شوية، فعلاجها عكس التشنج المهبلي برضو بنفس الطريقة، بس بدل ما بنعمل ريلاكسيشن بنشتغل على ريلاكسيشن للعضلة، لا احنا هنا بنشتغل على اننا نجمد العضلة. ده بقى مش بس بنعالج بيه السلس البولي، لا بنعالج بيه مشكلة ساعات مع الولادة. ده بيعمل برضو مشكلة في العلاقة الزوجية، انه المكان بيوسع وانه ده بيخلي الطرفين مش مستمتعين بالعلاقة. برضو بنحتاج ساعتها نعمل تقوية لعضلات الحوض وتقوية لعضلات المهبة، ونعمل حاجات بتزود الدورة الدموية للفيسلز اللي هي الاوعية الدموية الصغيرة اللي موجودة في المكان ده، فده بيخلي العضلات تنقبض احسن، فتقوم تتحكم في البول اكتر، وتبقى العضلة مضمومة اكتر فيها كنترول، كأنها لسه يعني كأنها لسه متجوزة. نرجع العضلة تبقى قوتها، ما تبقاش بقى مع الوقت ومع الزمن زي اي عضلة في الجسم يحصل فيها ويكنس بتضعف. صحيح. ايش معنى زي؟ زي اي عضلة. فبنبدأ بنعمل لها تقوية بطريقة معينة برضو وبأجهزة معينة، وبناخد قرايات وبنشوف. نرجع للتشنج المهبلي. فبتقولي انه بيجي لك ناس في العياده وبيقولوا لك ومش عارفين يعملوا ايه، والحياه تعيسه والدنيا بايظه خالص معاهم في الحياه الزوجيه، و بتقول بتفهمي الزوج ازاي وبتفهمي ازاي وبتعملي لهم ايه وهي بتتعالج ازاي؟ تمام. طبعا الموضوع زي ما قلنا في سبب عضوي، مش هننكر انه في سبب نفسي. السبب النفسي ده يا اما من قبل ما تتجوز
سمعت معتقدات خاطئة أو سمعت حكاية مؤلمة من واحدة صاحبتها، أو في ناس أصلا بتبقى تكبر كده في الحكايات وفي الأمور. فأنا first of all يعني بقولك ما تسمعيش من حد. الحاجة التانية بقى، المشكلة دي لما بتحصل بتعملي مشكلة، بتدخلني في سلسلة مشاكل، المشاكل دي بتأذي الزوج وبتأذي الزوجة، والاتنين أنا شايفة إن الاتنين مظلومين والاتنين ضحايا، مفيش حد غلطان. لا في المشكلة دي أنا مش هقدر أرمي لوم على زوج، ولا هينفع أرمي لوم على زوجة ما هي موجوعة وتعبانة، فما ينفعش. فده بيدخلنا في نوعين من المشاكل. اول مشكله عند الزوجه ان طبعا painful sex هيعمل يعني sex فيه قلب، هيعمل ايه؟ decrease the desire، الرغبه هتقل، وهيعمل هيخلي ما فيش حاجه اسمها اورجازم. الاورجازم اللي هو الاحساس اللي بالراحه اللي بيجي بعد نهايه العلاقه الزوجيه، ده برضو مش هيحصل. فبقى عندنا دخلنا فعملي حاجه اسمها sexual dysfunction، مشكلة في الوظائف الجنسية عندها. بقت شفتي مشكلة دخلتنا في كام مشكلة، في سيركل بقى، مش سيركل سيركل، دخلنا في سيركل. تعالي بقى احنا كده بصينا على الزوجة، نيجي بقى على الزوج اللي عنده مشكلة، مش عارف يعيش حياته، مش عارف يعمل علاقة زوجية، حاسس ان هو عنده حاجة غلط غير كل الناس. فبيبدأ هو كمان يبقى متضايق شوية، الموضوع كمان decrease the desire، الرغبة هتقل عنده هو كمان، والموضوع هيعمل مشكلة ان هو هيبدأ كل دماغه بتحاول تفكر ازاي اتم العلاقة الزوجية، فهيبدأ ده يأثر عليه فيقلل الاستيميوليشن اللي هي المداعبة، فده يرجع يزود بدوره المشكلة. دخلنا في سيركل نفسي وسيركل عضوي وعندهم هما الاتنين في مشكلة فعلا كارثية تهدد حياتهم، وهما الاثنين فعلا مظلومين يعني وطبعا ما فيش حد يوجه في الاتجاه ده لدي، ولا حد بيوجه في الاتجاه ده، يعني نعمل ايه مع ده؟ تمام. هل اوقات مثلا لو راحت هي لدكتور نسا ممكن يوجهها مثلا لادويه تاخدها فالدنيا تبوظ معاها؟ ساعات في دكاتره نسا اللي هم عندهم فكره بموضوع دور يعني بصي، هو لو حد متخصص سكسولوجي او متخصص في التخصص ده بيوجه على طول يقول لها اعملي كذا. لو حد نسا ممكن مش واخد باله من النقطه دي يقول لها طب نعمل عمليه توسيع. يدخلك بقى، دخلنا في قصه يعني لان انا بقى جاني الناس اللي هم عاملين عمليه التوسيع بنفس المشكله، لان المشكله مش في ان المكان صغير، هو مكان فتحه ربنا وبالديامتر اللي يخليها تعيش سعيده بعد كده ويخلي جوزها يبقى مبسوط بعد كده. المشكله مش في الديامتر، المشكله في التشنج بتاعه العضلات اللي حوالين المكان. يعني المشكله مش في الديامتر. فهو يعني حد من الناس جالي، يعني هي عملت العمليه دي وسع الدنيا، بس هي ستيل الدنيا مقفوله وما عرفش وما ينفعش يعمل علاقه. مجرد ما عملنا الجلسات وعملنا ارتخاء في العضلات وحطيناها على جهاز البايو فيدباك وخدنا القرايات والعضلات ريلاكسد، حصلت العلاقه مع انها عملت العمليه بمنتهى البساطه. بعد قد ايه علاج؟ العلاج بقى بيبقى عباره عن ايه؟ بنعمل بيبقى اول حاجه بنشتغل على مجموعه العضلات الاربعه اللي احنا اتكلمنا عليهم، البيبك اوكسجيس ماسل والهيب فليكسر وهيب ادكتور، بنعمل والبلفيك فلور ماسل، بنشتغل على مجموعه عضلات كده شغل حاجات عندنا بنرخي. احنا بنعرف ازاي بموداليتيز علميه باجهزه بنرخي العضلات دي تماما. بعد ما بنرخي العضلات بنعمل حاجه اسمها بايو فيدباك، ده جهاز بيبقى ليه شاشه، الشاشه دي عليها ارقام، بنبدا احنا نعمل بنتريشن. استحاله البنتريشن ده حتى انا هعرف اعمله في الاسسمنت، استحاله هنبقى بنعذبها. البنتريشن ده بنعمله بعد ما بنرخي العضله من اول جلسه وبناخد اول قرايه. اول قرايه مثلا سي انا في حالات جات لي العضله كانت منقبضه بنسبه مثلا، في ناس بيعدوا بيبقوا فوق 50. انا جالي حاله كانت بقى لها 8 سنين العضله جدت معايا 78 على الجهاز، القرايه بتاع ده رقم كبير غريب. فدي 78 مثلا، في حالات بتبقى اربعينات وخمسينات،
المفروض بقى ان احنا بنوصل في الاخر يعني ما شاء الله بيوصلوا ل10 وبيوصلوا ل12 وبيوصلوا ل4 ده حد ذاته بيتمم العلاقه الزوجيه. خلاص العضله مفتوحه. طب ممكن ناخد التليفون ده؟ الو. ايوه ايوه مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا مدام نادي. بس اكلم الدكتوره. مع حضرتك اتفضلي. طب انا عندي انا سني 65 سنه وعندي من قيمة 5 سنين كل ارادي. ورحت لدكاتره كتير قوي وطلبت منها شهر او شهرين ويرجع تاني. وانا متعذبه وتعبانه جدا جدا. وانا سني يعني صغير يعني. انا عايزه بس نمت الدكتوره لو تسمحوا يعني. حاضر يا نعم. طيب بنشكرك مدام نادية. هترد عليك الدكتورة. حكاية على فكرة التبول لا إرادي، السلس البولي والتبول لا إرادي هي مشكلة عضلات، فالناس بتتوجه غلط برضو. نفضل نروح هنا ونروح هنا، هي مشكلة إن العضلة بصي سنها قالت كام؟ 65 أهو. بس العضلة بدأت تضعف زي أي عضلة في الجسم، وأكيد ولدت كذا مرة، كل الحاجات دي أدت لضعف في عضلة الإيه؟ عضلات المهبل وعضلات الحوض وعضلات المثانة، كل مجموعة العضلات دي مرتبطة ببعضها، تبدأ تضعف وتبدأ الدورة الدموية بيحصل زي مش بيحصل أثيروسكليروزيس اللي هو تصلب في الشرايين، والدورة الدموية تبقى ضعيفة في أماكن كتير في الجسم، ما هو ده برضو من ضمن الأماكن. فبنعمل حاجات تزود الدورة الدموية اللي رايحة للأماكن، الدورة الدموية العميقة. عندنا أجهزة كتير زي موجات اللي اسمها ماي مونوكروماتيك انفريد فوتو انرجي، دي بتزود الدورة الدموية بشكل كثيف للأماكن اللي زي كده، وبنعمل معاها حاجات استيميوليشن داخلي وخارجي. يعني الست بالذات لما يجيها تبول لا ارادي برضه بندخل بالجهاز ده لحد جوه عشان نوصل لكل العضلات القابضه. لان الست ده وارد فيها كمان اكتر من الراجل، لانه مع تكرار عمليه الولاده من الحاجات اللي سهل يحصل بلفيك فلور ماسل اللي هي العضلات اللي هي بتساعد في عمليه التبول برضه تضعف. الموضوع كتير هي جدا. لازم تضعف ولا ممكن ما تضعفش؟ بصي هو مع السن ممكن يحصل خشونه في الفقرات، هو لازم يحصل؟ لا، في ناس بيحصل لهم وارد انه يحصل، وفي ناس لا ممكن ما يحصل لهمش. بس مشكله وارده وكتيره ومتكرره. بس برضو علاجها في ان احنا نقوي العضلات ونزود الدوره الدمويه للفيسلز الصغيره اللي رايحه للعضلات دي. فكرة العلاج الطبيعي يعني حتى الكلمة نفسها احنا عشان بنقولها كتير بس مش مدركين معنى الكلمة العلاج الطبيعي. يعني الحاجات كلها من غير آلات، من غير عدد، من غير أدوية، من غير أي حاجة، هو بيعالجك بطريقة طبيعية. ولكن العلاج الطبيعي لا بنستخدم فيه اجهزه. ايوه هو ده. لا زمان زمان كان العلاج الطبيعي ده كان دايما نتكلم فيه عشان الناس اللي عندهم روماتيزم واللي عندهم روماتويد، وكان يروح يقعدوا على الات وكراسي ويمرنوا رجليهم كده، هو ده العلاج الطبيعي. فقره مش عارفه ايه بتاع كله كان بالايد، كله بحاجات ممكن تسخن شويه بتاع. لكن دلوقتي العلاج الطبيعي ما هو ده بقى اللي انا عايزه، ما بقاش طبيعي بقى علاج غير طبيعي. فقوليلي كلميني يعني ايه. لا بصي بقى، هو الفيزيو ثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي هو انك بتعالجي العيان من غير ما بتعملي كيميكالز، ما بتديش دواء يبهدل يعني او يكون ليه اضرار جانبيه او يكون ليه اثار على المعده لو في مشكله في العظم. بتعالجي مشكله. العلاج الطبيعي دلوقتي داخل في كل التخصصات. انت ده تخصص في النساء، في المسالك، في التبول اللا ارادي، تمام، في التجميل بتاع البشره، في السمنه، ونتائج هايله. لان النيو ترند دلوقتي ان انت تعملي كل حاجه وبتستخدمي اجهزه بدون جراحات، بدون جراحه وبدون وجع وبدون الم وكده. اذا ينفع يعني اذا ده متاح وينفع ما نعملوش ليه؟ اوكي. احنا ما بنقولش مش في حالات بيبقى لازم جراحه، وفي حالات هو ده الجديد ان احنا نعمل انه يعني العلاج الطبيعي مش زي ما الناس فاهمه. ما هوش تدليك، ما هوش، لا، العلاج الطبيعي ده علم، وعلم كبير جدا جدا معترف بيه في كل دول العالم. الناس بتميل انها تعمل علاج طبيعي اكتر من اني اخد دواء، اكتر من اني افتح بطني، اكتر من اني اعمل، لا بالعكس،
ده وعلاج ملوش اي سايد افكت. كل الاجهزه اللي بنعملها في يعني بنحاول نختار الاجهزه اللي ملهاش اي اضرار ولا اي سايد افكت تضر العيان، وفي نفس الوقت بتجيبي احسن نتائج ومن غير اي اضرار جانبيه. صحيح. دكتوره رانيا بشكرك جدا على وجودك معانا، واتمنى ان احنا نحضر حلقه ان شاء الله نقعد فيها ساعه كامله نتكلم على الامراض اللي ممكن تتعالج بطريقه طبيعيه او بطريقه العلاج الطبيعي، عشان نبقى بس عندنا خلفيه، عشان يعني ايه نبقى بنشغل دماغنا كمان واحنا عند الدكتور. يعني الدكتور ممكن نناقشه ونقول له لا طب ما نروح هنا ما نعمل كده، يعني ما نبقاش زي الشنطه تتشال من هنا تتحط هنا، لا يبقى لي راي وابقى فاهم. بشكرك جدا بس انا بشكرك على الحلقه الجميله. بشكرك جدا، وهننتقل لفاصل ونرجع مع دكتور مصطفى كامل عطيه استشاري امراض البطنه، وهنتكلم